ولمزيد من النقاش والتفاصيل بينضم إلينا الآن هاتفيا الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بك. أهلا بسيادتك. يعني خليني أتحدث معك في البداية من خلال نظرتك العامة على المجال الاقتصادي وما القادم في هذه التغيرات أو مع هذه التغيرات في الاقتصاد والتي تحدث بالتأكيد بوتيرة سريعة. والله يا فندم، هو بشكل عام 2024 على المشهد الدولي سياسيا واقتصاديا هو عام ضبابي، يعني فيه العديد. أولا فيه طبعا غير الصراعات الدولية الموجودة، سواء كانت الأزمة الروسية الأوكرانية وهي لسه مستمرة، هناك طبعا أزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ده من ناحية تانية. من الناحية الاقتصادية فأيضا العام ده يعني توقعات النمو فيه مش كبيرة، يعني احنا شفنا مثلا في الأمم المتحدة كانت طلعت ان توقعات النمو في 2024 كانت 2.4% ده في الناتج المحلي العالمي، ده مقارنة ب 3% فيما قبل كوفيد. طيب ليه هذا العام يعني هناك توقعات النمو مش كبيرة؟ طبعا غير المشاكل السياسية نقدر نقول ان في ثلاث اسباب رئيسية. اولا مستوى الديون السيادية العالي عالميا. احنا التقرير افاق الاقتصاد العالمي اللي هو كان صادر من صندوق النقد الدولي كان بيقول انه اجمالي الديون الحكومية في نهاية 2023 بلغ 97.1 تريليون دولار، ده بزيادة 40% عن أربع سنوات سابقة اللي هي 2019. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية الدين العام لأول مرة في التاريخ يتخطى حاجز 34 تريليون دولار. نمرة 2 زيادة نفقات الدفاع طبعا بالنسبة للدول الكبرى لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية، لأنه هناك دول كثيرة في أوروبا بدأت تزود ميزانيات الدفاع زي مثلا ألمانيا زي فرنسا، وأيضا النفقات الخاصة بدعم أوكرانيا. نمرة 3 هناك زيادة الإنفاق على كبار السن، لأن المجتمعات الغربية للأسف هي مجتمعات بتشيخ، نسبة كبار السن بتزيد فيها وهم الناس اللي خلاص أدوا معاليهم يعني عايشين على المعاشات أو على الضمان الاجتماعي. وطبعا الشيء بالشيء يذكر احنا عندنا في مصر ميزه انه احنا مجتمع شاب، يعني احنا في مصر تقريبا 54 مليون نسمه في سن 24 سنه فما اقل، يعني تقريبا 52% من عدد السكان. طيب ده بيؤدي الى ايه؟ ده اولا بيؤدي الى زي ما قلت لحضرتك مشهد عالمي ضبابي، لانه التوقعات النمو مش كبيره، وعشان كده توقعات مثلا الخاصه بالتجاره الدوليه في 24 ما هي توقعات متفائلة. لكن أيضا الجانب الإيجابي ده زي ما قلت لحضرتك بالنسبة بقى للدول النامية، الدول النامية زي مصر ومجموعة دول البريكس أو الدول اللي انضمت حديثا للبريكس مثلا، لأن هي دول نامية ولسه الأسواق فيها مش أو غير متشبعة بالعديد من المنتجات والعديد من الفرص، فهي تعتبر أسواق بكر مقارنة بالأسواق اللي هي متيور أو ناضجة في الدول الكبرى. بناء عليه الدول النامية هنلاقي ان هي يعني وجهة افضل للاستثمارات، سواء كانت استثمارات اقتصادية استثمارات سياحية استثمارات في مجال الطاقة، هي وجهة افضل للاستثمارات، وعشان كده ده اهتمام الدول الكبرى بعقد تحالفات اقتصادية مع الدول النامية. احنا في مصر طبعا يعني تحركنا تحرك اللي هو بنسميه برو اكتف او تحرك اللي هو استباقي، بمعنى احنا الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اولا بتبني علاقات متوازنة مع الشرق والغرب، يعني مثلا احنا علاقاتنا قوية جدا طبعا مع الولايات المتحدة الامريكية وامريكا الشمالية اوروبا الغربية، لكن ايضا تحركنا جنوبا وتحركنا شرقا، تحركنا شرقا تجاه دول البريكس اساسا طبعا روسيا الصين الهند دول اعمدة البريكس، وتحركنا جنوبا في الاتجاه الافريقي في اتجاه دول الكوميسا. احنا النهارده البريكس اللي مصر انضمت ليها في 2023 وتم تفعيل ذلك الانضمام في اول يناير 2024 بتمثل تقريبا تلت الاقتصاد العالمي من حيث الناتج المحلي، بتمثل تلت مساحه العالم، بتمثل نصف سكان العالم. البريكس
انضمام مصر ليها من المنتظر ان هو يشجع التجاره البيانيه ما بين مصر وهذه الدول ويزودها. يعني ويمكن ده كان سؤالي التالي لحضرتك دكتور ايمن، الى اي مدى تستفيد مصر من انضمامها لهذه المجموعه، يعني مجموعه دول البريكس؟ والله يا فندم الفوائد كتير، ممكن يعني نلخصها في حاجتين. اولا زيادة التجارة البيانية، توفير العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية. بالنسبة لزيادة التجارة البيانية حضرتك بشكل مبسط، يعني زي ما كنا بنشرحه، إنه لو النهاردة أنا عندي سائح روسي مثلا، هذا السائح كان نفسه يجي عندي ولكن هذا السائح ما معهوش دولار يدفعه. النهاردة لما يجي يدفع لي بالروبل أنا هيبقى عندي حصيلة من الروبل، هقدر آخد هذه الحصيلة وأستورد بها قمح مثلا من روسيا. يبقى انا كده كاني بدلت السياحه بالامر، ووفرت الخسائر الدولاريه بتاعتي لاستخدامات اخرى، استيراد تكنولوجيا عاليه الجوده مثلا من الولايات المتحده واوروبا، لان النهارده مصر اكتفى بعد لما قطع شوط مهم جدا في عمليه تطوير وتحديث البنيه الاساسيه المصريه، دفع الى بناء قاعده انتاجيه قويه لتوطين الصناعه وتوطين مكونات الانتاج وزياده الصادرات بهدف 100 مليار دولار تصدير. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع مصر. فده اولا نمو التجاره البيانيه ده من ناحيه، ثانيا نمو الاستثمارات الاجنبيه فيه، لانه طبعا احنا كلنا احتفلنا من ايام بصفقه راس الحكمه اللي كانت يعني فتح استراتيجي فعلا للاقتصاد المصري، وكانت دلاله على صحة الاتجاه اللي مصر ماشية فيه من أولا يعني الأساسية. بالتأكيد دكتور أيمن حضرتك يعني سباق في الأسئلة، وللتو يعني كنت هسأل حضرتك بشكل مفصل كيف تنظر إلى هذه الاتفاقية الموقعة وتأثيرها على الاقتصاد المصري. نعم، هو الفكرة إنه يعني إحنا كنا قبل رأس الحكمة بنتكلم إن مصر عندها فلاج شيب في الاستثمارات، او الـ يعني مقدمه الاستثمارات بتاعتنا اهمها كان منطقه قناه السويس الاقتصاديه، والفتح اللي عملناه مع الصين والهند بيدوروا على موطئ قدم في هذه المنطقه اللي هي على الطريق الحريري القديم الجانب البحري منه. وكان هناك يعني كلام مهم جدا على انه في دول كتير بتنظر لاقامه بالذات يعني مصانع لانتاج الطاقه النظيفه والهيدروجين الاخضر في هذه المنطقه. النهارده بقى عندنا منطقتين، منطقه البريكس من ناحيه ومنطقه الساحل الشمالي الغربي من ناحيه. اولا انا احب يعني ان انا هني الحقيقه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه والشعب المصري بهذه الصفقه لاكثر من سبب. اولا هذه الصفقه تمثل زي ما قلنا فتح استراتيجي للاقتصاد المصري، لانه هي تؤدي لضخ 35 مليار دولار بشكل مباشر في شرايين الاقتصاد، منهم 11 مليار دولار هي الودائع الاماراتيه موجوده في البنك المركزي، هيتم التنازل عنها لمصر، وبالتالي تخفيض الدين الدين الخارجي ب 11 مليار دولار. ثانيا 24 مليار دولار سيتم ضخهم فريش فاند او فلوس جديده تماما هتدخل في الاقتصاد المصري عن طريق البنك المركزي، ده اولا. ثانيا هذه الصفقة هي الموضوع مش بس ال 35 مليار دولار، الموضوع انه بعد كده المطور العقاري اللي من حقه انه هو يعني يقوم بالتطوير العقاري لهذه المنطقة هيبدأ يحط استثمارات علشان يبدأ يبني. ما منتظر انه يعني في بعض التقديرات بتقول 150 مليار دولار، البعض يرفعها لقرب ال 220 مليار دولار، هيبقوا استثمارات هتيجي برضه بالدولار لانه او بالعمله الاجنبيه، لان المطور العقاري محتاج ان هو يجي ويبدا يجهز الارض ويدفع بقى الفلوس للشركات البناء المصري وشركات مواد البناء اللي هي زي الحديد والاسمنت وشركات المقاولات والكلام ده. فده اولا هيزود طبعا التشغيل، هيزود فرص العمل، احنا بنتكلم في مئات الالاف من صحيح. فرص العمل المباشره في قطاع البناء، في قطاع مواد البناء، وفرص عمل غير مباشره، انه هذه الناس لما بتبدا تاخد فلوس وتاخد مرتبات بتصرف، الصرف ده بيؤدي لرواج، الرواج ده بيؤدي الى
فرص عمل غير مباشره حتى مثلا في مجالات زي الغذائيه النقل. وبالتاكيد دكتور ايمن يعني كل هذا كما كنت بتوضح هو دليل على مرونة الرؤية المصرية لتطويع هذه الرؤية لمجابهة كل التحديات الاقتصادية اللي يعني بتطرأ على الاقتصاد أو بيتأثر بها الاقتصاد المصري. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية على هذا النقاش.